سنتحدث عن قائمة العمليات، وهي تساعدك على بناء دورة مستندية لإدارة المالية بالشكل الذي تراه مناسباً لمنشأتك، وتحتوي على الشاشات التالية: إيصالات استلام، مدفوعات، قيود اليومية، فواتير، تحصيل الفواتير الآجلة، أذون الدفع، الاستلام، إشعارات المدينة، إشعارات الخصم، تاريخ ترحيل الشيكات، ترحيل الشيك المدفوع، عرض العمليات. أولاً، شاشة إيصالات الاستلام أو سندات القبض تساعدنا على إدخال عمليات استلامات النقدية المتدفقة داخل المنشأة. خطوات إضافة إيصال استلام: نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد، ثم ندخل تاريخ الاستلام، ثم يمكنك إدخال مستلم من اسم الشخص المستلم منه، ثم نحدد طريقة الاستلام: النقدية، الشيك، الإيداع، التحويل الإلكتروني. ثم نقوم بتحديد رمز حساب المدينة بالبحث برمز أو اسم الحساب، ثم نحدد مركز التكلفة مدين بالبحث برمز أو اسم مركز التكلفة، ثم نحدد رمز حساب الدائن بالبحث برمز أو اسم الحساب، ثم نحدد مركز تكلفة دائن بالبحث برمز أو اسم الحساب، ثم قم بإدخال المبلغ المستلم. ثم يمكنك إدخال التعريف إيراد إيجار مثلاً، ثم يمكنك إدخال ملاحظات، المزيد من الشرح والتفصيل عن العملية، ثم انقر على زر حفظ، تم إدراج سند قبض بنجاح. بعد الحفظ مباشرة يمكنك طباعة سند القبض بشكل مباشر في حال تفعيل خيار للطباعة تلقائية. يمكنك عمل تحديث البيانات وتعديلها عن طريق اختيار السند من خلال الأسهم أعلى الشاشة أو النقر على زر تحديث مباشرة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك تعديل بيانات السند كما تريد. كما يمكنك عمل حذف البيانات عن طريق النقر على زر حذف مباشرة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل، ثم النقر على زر نعم من المربع المنبثق لتأكيد عملية الحذف. ويمكنك طباعة السند عن طريق النقر على زر طباعة مباشرة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك طباعة السند. يمكنك معاينة المستندات عن طريق النقر على زر المعاينة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك معاينة السند. ثانياً، شاشة المدفوعات. كيف يمكنك إدخال عمليات الصرف المتدفقة خارج المنشأة؟ خطوات إضافة سند صرف: نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد، ثم ندخل تاريخ الدفع، ثم أدخل يدفع من اسم الشخص المدفوع له، المورد الذكي مثلاً. ثم يمكنك تحديد طريقة الدفع: النقدية، الشيك، الإيداع، التحويل الإلكتروني. ثم نقوم بتحديد الحساب المدين بالبحث برمز أو اسم الحساب، ثم نقوم بتحديد مركز التكلفة مدين بالبحث برمز أو اسم مركز التكلفة، ثم قم بتحديد رمز حساب الدائن حساب الإيداع بالبحث برمز أو اسم الحساب، ثم حدد مركز تكلفة دائن بالبحث برمز أو اسم مركز التكلفة، ثم يمكنك إدخال المبلغ الذي سوف يتم صرفه، ثم أدخل رقم المستند، ثم أدخل تاريخ التحويل، ثم أدخل اسم البنك المحول له، ثم يمكنك إدخال التعريف شرح عن العملية، ثم يمكنك إدخال ملاحظات شرح إضافي عن العملية، ثم انقر على زر حفظ، تم إدراج سند دفع بنجاح. بعد الحفظ مباشرة يمكنك طباعة سند الدفع بشكل مباشر في حال تفعيل خيار للطباعة التلقائية. يمكنك تعديل بيانات السند عن طريق اختيار السند من خلال الأسهم أعلى الشاشة أو النقر على زر تحديث مباشرة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك تعديل بيانات السند كما تريد. كما يمكنك عمل حذف البيانات عن طريق النقر على زر حذف مباشرة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل، ثم النقر على زر موافق، ويمكنك حذف السند كما تريد. ويمكنك طباعة السند عن طريق النقر على زر طباعة مباشرة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك طباعة السند. يمكنك معاينة المستندات عن طريق النقر على زر المعاينة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك معاينة السند. ثالثاً، شاشة قيود اليومية. يستخدم لإدخال العمليات اليومية مثل إثبات رأس المال أو قيود الاستحقاق. خطوات إضافة قيد يومي: أولاً،
انقر على زر إضافة جديد، ثم أدخل تاريخ المستند، ثم حدد الحساب المدين المطلوب بالبحث باسمي أو رمز الحساب، ثم يمكنك إدخال مبلغ المدين 10,000 مثلاً، ثم اكتب بيان عن العملية في خانة التعريف، ثم أدخل رقم مرجع العملية. في حال تفعيل مركز التكلفة، يمكنك إدخال رمز أو اسم مركز التكلفة لتحديده، ثم حدد الحساب الدائن المطلوب بالبحث باسم أو رمز الحساب، ثم سوف يظهر المبلغ الدائن بشكل تلقائي، ثم يمكنك إدخال التعريف دعم للصندوق مثلاً، ثم يمكنك إدخال رقم المرجع إن وجد. في حال تفعيل مركز التكلفة، يمكنك إدخال رمز أو اسم مركز التكلفة لتحديده للحساب الدائن، ثم يمكنك إدخال ملاحظات شرح إضافي مثلاً، كما يمكنك تكرار الأطراف المدينة والدائنة بنفس الطريقة، ثم انقر على زر حفظ. تم إدراج قيد يومية بنجاح. يمكنك تعديل بيانات القيود بعد الحفظ عن طريق اختيار القيد من خلال الأسهم أعلى الشاشة أو النقر على زر تحديث مباشرة، ثم إدخال رقم القيد، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك تعديل بيانات القيد كما تريد والنقر على حفظ لحفظ التغييرات، كما يمكنك عمل حذف البيانات عن طريق النقر على زر حذف مباشرة، ثم إدخال رقم القيد، ثم النقر على زر تحميل، ثم النقر على زر موافق من مربع التأكيد، ويمكنك طباعة القيد عن طريق النقر على زر طباعة مباشرة، ثم إدخال رقم القيد، ثم النقر على زر تحميل، ثم انقر على زر موافق. يمكنك معاينة المستندات عن طريق النقر على زر المعاينة، ثم إدخال رقم القيد، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك معاينة القيد. رابعاً، شاشة الفواتير. يمكنك إدخال فواتير الإيرادات المباشرة. خطوات إضافة فاتورة: نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد، ثم ندخل تاريخ الفاتورة، ثم يمكنك تحديد طريقة الدفع: النقدية، آجل، البنك، النوع 6، النوع 5. ثم يمكنك إدخال الفاتورة إلى: يمكنك اختيار اسم العميل في حال آجل، أو الصندوق في حال نقدي، أو البنك في حال البنك، ثم ادخل العنوان الآلي، ثم ادخل العنوان إلى إدخال عنوان الشخص، ثم ادخل رمز معرف الضريبة القيمة المضافة للعميل، ثم يمكنك إدخال رقم المرجع، ثم ندخل أعد بواسطة محمد مثلاً، ثم نحدد رمز مركز التكلفة دائن بإدخال اسمي أو رمز مركز التكلفة، ثم ننتقل إلى الجدول الموجود في الشاشة، ثم ندخل اسم الصنف خدمات تجارية مثلا، ثم ندخل الكمية 100 مثلا، ثم ندخل السعر 500 مثلا، ثم نحدد رمز العملة في حال كانت العملية بعملة غير الافتراضية، ثم أدخل معدل العملة، ثم يمكنك إدخال نسبة الخصم إن وجدت، ثم نحدد مجموعة ضريبة القيمة المضافة المطلوب، كما يمكنك اختيار الضريبة على الإجمالي وليس على الصنف، وبشكل مباشر سيحسب النظام لك مبلغ الضريبة، ثم يمكنك إدخال التعريف شرح مثلاً، تم الانتهاء من تعبئة الجدول، ثم يمكنك إدخال ملاحظات التعليمات شرح إضافي مثلاً، ثم يمكنك إدخال نسبة الخصم، ثم يمكنك إدخال رمز المجموعة الضريبية في حال كانت الضريبة على الإجمالي، ثم انقر على زر حفظ لحفظ الإدخالات. تم إدراج فاتورة بنجاح. يمكنك عمل تعديل لبيانات الفاتورة عن طريق اختيار الفاتورة من خلال الأسهم أعلى الشاشة أو النقر على زر تحديث مباشرة، ثم إدخال رقم الفاتورة، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك تعديل بيانات الفاتورة كما تريد ثم حفظها مرة أخرى، كما يمكنك عمل حذف إدخالات الفواتير عن طريق النقر على زر حذف مباشرة، ثم إدخال رقم الفاتورة، ثم النقر على زر تحميل، ثم النقر على زر موافق في مربع تأكيد الحذف، ويمكنك طباعة الفاتورة عن طريق النقر على زر طباعة مباشرة، ثم إدخال رقم الفاتورة، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك طباعة الفاتورة. يمكنك معاينة الفاتورة عن طريق النقر على زر المعاينة، ثم إدخال رقم الفاتورة، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك معاينة الفاتورة. خامساً،
شاشة تحصيل الفواتير الآجلة لتحصيل دفعة من فاتورة آجلة أو مبلغ فاتورة آجلة بالكامل أو مجموعة فواتير نقدي أو شيك أو تحويل. خطوات إضافة عملية تحصيل فاتورة آجل: نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد، ثم ندخل تاريخ التحصيل، ثم نحدد رمز الحساب حساب العميل، ثم ندخل رمز مركز التكلفة إن وجد، ثم ندخل المبلغ المحصل، ثم يمكنك تحديد نوع التحصيل النقدية، الشيك، الإيداع، التحويل الإلكتروني على حسب الطريقة التي حصلت بها وليكن شيك، ثم ندخل رقم الشيك، ثم ندخل تاريخ الشيك، ثم ندخل اسم البنك الأهلي مثلا، ثم ننتقل إلى الجدول الموجود في الشاشة ونحدد الفاتورة أو الفواتير التي تم تحصيلها، ثم ندخل بجوار كل فاتورة المبلغ المحصل منها، ثم ننقر على زر حفظ لحفظ المعلومات. تم إدراج عملية تحصيل فاتورة آجل بنجاح. يمكنك عمل حذف البيانات بتحديد المستند المطلوب من خلال الأسهم أعلى الشاشة، النقر على زر حذف مباشرة، ثم إدخال رقم عملية التحصيل، ثم النقر على زر تحميل، ثم النقر على زر موافق، ويمكنك حذف عملية التحصيل كما تريد. كما يمكنك طباعة عملية التحصيل عن طريق النقر على زر طباعة مباشرة، ثم إدخال رقم عملية التحصيل، ثم النقر على زر تحميل. ويمكنك طباعة عملية التحصيل، ويمكنك معاينة عملية التحصيل عن طريق النقر على زر المعاينة، ثم إدخال رقم عملية التحصيل، ثم النقر على زر تحميل. ويمكنك معاينة عملية التحصيل. سادساً، شاشة أذون الدفع الاستلام هي شاشة لعمليات القبض والصرف متعددة الأطراف، سواء كانت نقداً أو عن طريق البنك. تحتوي على 4 شاشات: سند استلام نقدي، المدفوعات النقدية، سند استلام بنكي، مدفوعات البنك. أولاً، شاشة سند استلام نقدي. خطوات إضافة سند استلام نقدي: نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد، ثم أدخل تاريخ المستند، ثم أدخل رمز الحساب، الحساب المدين في عملية القبض، الصندوق العام مثلاً، ثم أدخل رمز مركز التكلفة إن وجد، ثم ننتقل إلى الجدول الموجود في الشاشة ونحدد رمز الحساب بالبحث باسمي أو رمز الحساب صندوق المصروفات النثرية مثلاً، ثم أدخل المبلغ 1000 مثلا، ثم أدخل التعريف سبب استلام المبلغ مثلا، ثم يمكنك إدخال رقم المرجع وهو رقم السند اليدوي إن وجد، ثم يمكنك إدخال ملاحظات شرح إضافي مثلا. يمكنك إدخال حسابات أخرى في الجدول باتباع نفس الخطوات، ثم يظهر المبلغ الإجمالي، ثم انقر على زر حفظ لحفظ المعلومات. بعد الحفظ مباشرة، يمكنك طباعة سند الاستلام النقدي بشكل مباشر في حال كان مفعل خيار الطباعة التلقائية. يمكنك عمل تحديث البيانات وتعديلها عن طريق اختيار سند الاستلام النقدي من خلال الأسهم أعلى الشاشة أو النقر على زر تحديث مباشرة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل. ويمكنك تعديل بيانات سند الاستلام النقدي كما تريد. كما يمكنك عمل حذف البيانات عن طريق النقر على زر حذف مباشرة، ثم إدخال رقم سند الاستلام النقدي، ثم النقر على زر تحميل، ثم النقر على زر موافق. ويمكنك حذف سند الاستلام النقدي كما تريد. ويمكنك طباعة سند الاستلام النقدي عن طريق النقر على زر الطباعة مباشرة، ثم إدخال رقم السند، ثم النقر على زر تحميل. ويمكنك طباعة سند الاستلام النقدي. ويمكنك معاينة سند الاستلام النقدي عن طريق النقر على زر المعاينة، ثم إدخال رقم سند الاستلام النقدي، ثم النقر على زر تحميل. ويمكنك معاينة سند الاستلام النقدي. ثانياً، شاشة سند المدفوعات النقدية. خطوات إضافة سند المدفوعات النقدية: نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد، ثم ندخل تاريخ المستند، ثم نحدد رمز الحساب بالبحث برمز أو اسم الحساب حساب المدفوعات البنكية مثلاً، ثم يمكنك إدخال رمز مركز التكلفة إن وجد، ثم ننتقل إلى الجدول الموجود في الشاشة وندخل رمز أو اسم الحساب المطلوب الصندوق العام مثلاً، ثم يمكنك إدخال المبلغ 500 مثلا، ثم يمكنك إدخال التعريف، ثم يمكنك إدخال رقم المرجع وهو رقم السند اليدوي إن وجد، ثم يمكنك إدخال ملاحظات شرح إضافي مثلا.
يمكنك إدخال حسابات أخرى في الجدول باتباع نفس الخطوات، ثم سوف يظهر المبلغ الإجمالي، ثم انقر على زر حفظ لحفظ المعلومات. بعد الحفظ مباشرة يمكنك طباعة سند المدفوعات النقدية بشكل مباشر في حال كنت مفعل خيار الطباعة التلقائية. يمكنك عمل تحديث البيانات وتعديلها عن طريق اختيار سند المدفوعات النقدية من خلال الأسهم أعلى الشاشة أو النقر على زر تحديث مباشرة، ثم إدخال رقم سند المدفوعات النقدية، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك تعديل بيانات سند المدفوعات النقدية كما تريد. كما يمكنك عمل حذف البيانات عن طريق النقر على زر حذف مباشرة، ثم إدخال رقم سند المدفوعات النقدية، ثم النقر على زر تحميل، ثم النقر على زر موافق، ويمكنك حذف سند المدفوعات النقدية كما تريد. ويمكنك طباعة سند المدفوعات النقدية عن طريق النقر على زر طباعة مباشرة، ثم إدخال رقم سند المدفوعات النقدية، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك طباعة سند المدفوعات النقدية. يمكنك معاينة سند المدفوعات النقدية عن طريق النقر على زر المعاينة، ثم إدخال رقم سند المدفوعات النقدية، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك معاينة سند المدفوعات النقدية. ثالثاً، شاشة سند استلام بنكي. خطوات إضافة سند استلام بنكي تكون باتباع نفس خطوات إضافة سند الاستلام البنكي، مع ملاحظة أن مصدر الدفع يكون البنك وليس الصندوق العام. رابعاً، شاشة مدفوعات البنك. خطوات إضافة مدفوعات البنك تكون باتباع نفس خطوات إضافة سند المدفوعات النقدية، مع ملاحظة أن مصدر الدفع يكون البنك وليس الصندوق مثل حساب الإيداعات البنكية. وبذلك نكون قد انتهينا من شاشات أذون الدفع والاستلام. سابعاً، إشعارات مدينة. في حال وجود أي عمليات إشعارات مدينة، خطوات إضافة إشعار مدين: أولاً، بالنقر على زر إضافة جديد، ثم يمكنك إدخال تاريخ المستند، ثم ندخل الصادر بواسطة اسم مصدر العملية مثلاً، ثم أدخل اسم أو رمز الحساب المدين شركة النهار مثلاً، ثم أدخل اسم أو رمز مركز التكلفة المدين إن وجد، ثم أدخل اسم أو رمز الحساب الدائن إيرادات متنوعة مثلاً، ثم أدخل رمز مركز التكلفة الدائن إن وجد، ثم أدخل المبلغ 500 مثلاً، ثم يمكنك إدخال التعريف أعمال إضافية مثلاً، ثم يمكنك إدخال ملاحظة 1 شرح مثلاً، ثم يمكنك إدخال ملاحظة 2 شرح آخر مثلاً، ثم يمكنك إدخال ملاحظة 3 شرح إضافي مثلاً، ثم انقر على زر حفظ لحفظ التغييرات. يمكنك عمل تحديث البيانات وتعديلها عن طريق اختيار إشعار المدين من خلال الأسهم أعلى الشاشة أو النقر على زر تحديث مباشرة، ثم إدخال رقم إشعار مدين، ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك تعديل البيانات ثم حفظ التغييرات. كما يمكنك عمل حذف البيانات عن طريق النقر على زر حذف مباشرة، ثم إدخال رقم إشعار مدين، ثم النقر على زر تحميل، ثم النقر على زر موافق، ويمكنك حذف إشعار مدين كما تريد. ويمكنك طباعة إشعار مدين عن طريق النقر على زر طباعة مباشرة، ثم إدخال رقم إشعار مدين، ثم النقر على زر تحميل. ويمكنك طباعة إشعار مدين. يمكنك معاينة إشعار مدين عن طريق النقر على زر المعاينة، ثم إدخال رقم إشعار مدين، ثم النقر على زر تحميل. ويمكنك معاينة إشعار مدين. ثامناً، إشعارات الخصم. خطوات إضافة إشعار الخصم: نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد، ثم يمكنك إدخال تاريخ المستند، ثم أدخل صادر بواسطة أحمد مثلاً، ثم أدخل اسم أو رمز الحساب المدين خصميات البيع مثلاً، ثم أدخل رمز أو اسم مركز التكلفة المدين إن وجد، ثم أدخل اسم أو رمز الحساب الدائن الموردين المحليين مثلاً، ثم أدخل اسم أو رمز مركز التكلفة الدائن إن وجد، ثم أدخل المبلغ المخصوم 780 مثلاً، ثم يمكنك إدخال التعريف سبب الخصم مثلاً، ثم يمكنك إدخال ملاحظة 1 شرح مثلاً، ثم يمكنك إدخال ملاحظة 2 شرح آخر مثلاً، ثم يمكنك إدخال ملاحظة 3 شرح إضافي مثلاً، ثم انقر على زر حفظ لحفظ التغييرات.
يمكنك عمل تحديث البيانات وتعديلها عن طريق اختيار إشعار خصم من خلال الأسهم أعلى الشاشة أو النقر على زر تحديث مباشرة، ثم إدخال رقم إشعار خصم ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك تعديل بيانات إشعار خصم ثم انقر على زر حفظ. كما يمكنك عمل حذف البيانات عن طريق النقر على زر حذف مباشرة ثم إدخال رقم إشعار خصم ثم النقر على زر تحميل ثم النقر على زر موافق، ويمكنك حذف إشعار خصم كما تريد، ويمكنك طباعة إشعار خصم عن طريق النقر على زر طباعة مباشرة ثم إدخال رقم إشعار خصم ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك طباعة إشعار خصم. يمكنك معاينة إشعار خصم عن طريق النقر على زر المعاينة ثم إدخال رقم إشعار خصم ثم النقر على زر تحميل، ويمكنك معاينة إشعار خصم. سننتقل إلى بند إدارة الشيكات، ويمكن أن نصل لها عن طريق قائمة المحاسبة المالية ثم قائمة العمليات. يوجد نوعين من الشيكات: 1- تاريخ ترحيل الشيكات، 2- ترحيل الشيك المدفوع. سنتحدث أولاً عن القائمة المنسدلة. تاريخ ترحيل الشيكات هي خاصة بشيكات القبض أو الشيكات المحصلة، وتكون في حال استلام المنشأة شيك مؤجل التحصيل. ينسدل من القائمة 4 شاشات: إدخال البيانات، الإيداع، الرفض، المرتجع، رجوع. أولاً، شاشة إدخال البيانات. في حال وصول الشيك نقوم بإدخال بياناته بالخطوات التالية: نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد، ثم ندخل تاريخ المستند 14/10/2018 مثلا، ثم ندخل رقم الشيك 454 مثلا، ثم ندخل تاريخ الشيك، يجب أن يكون تاريخ مستقبلي، ثم ندخل المبلغ 5000 مثلا، ثم ندخل اسم البنك الإنماء مثلا، ثم ندخل اسم الفرع الغدير مثلا، ثم نختار اسم العميل المستلم منه الشيك بالبحث بالاسم أو الرمز شركة الجوري مثلا، ثم ندخل حساب بنك الإيداع من إيداع إلى، نقوم بالبحث باسم أو رمز حساب البنك المطلوب البنك الدولي مثلا، ثم ندخل تاريخ التنبيه، يمكن أن يكون بنفس يوم الاستحقاق أو بيوم سابق، ثم ندخل التعريف سداد دفعة مثلا. في حال الرغبة في إضافة مستندات شيكات أخرى يمكنك إضافتها في الأسطر التالية، ثم النقر على زر حفظ لحفظ التغييرات. سوف تظهر أعلى الشاشة رسالة: تم عملية إدراج الشيك بنجاح. في حال الرغبة في التحديث وتعديل البيانات يمكنك أن تصل إلى المستند من خلال التنقل بين الأسهم أو النقر على زر تحديث وإدخال رقم المستند ثم النقر على زر تحديث، ويمكنك تعديل بيانات الشيك بشكل مباشر ثم ننقر على زر حفظ. كما تستطيع حذف مستند من خلال التنقل بين الأسهم ثم النقر على زر حذف ثم النقر على زر نعم في المربع المنبثق للتأكيد، وبذلك يتم حذف المستند بنجاح في الحال الرغبة في الطباعة، وذلك يكون باختيار المستند ثم النقر على زر طباعة لطباعة العملية. وفي حال الرغبة في معاينة المستند يمكنك أن تصل إلى المستند من خلال التنقل بين الأسهم أو النقر على زر معاينة وإدخال رقم المستند ثم النقر على زر تحميل، وسيتم عرض بيانات مستند الشيك بشكل مباشر ثم ننقر على زر حفظ. ملاحظة: الشيك في مرحلة إدخال البيانات لا يؤثر على كشف حساب البنك أو العميل، فقط يكون شيك معلق. ثانياً، شاشة الإيداع. يتم إيداع الشيكات في هذه المرحلة، ويمكنك عرض الشيكات المودعة. يمكنك البحث عن أي شيء مؤجل تريده عن طريق: أولاً، في حال وجود عمليات شيكات بعدد كبير يمكنك البحث عن طريق تاريخ الإنذار أو تاريخ التنبيه من تاريخ معين إلى تاريخ معين. يمكنك البحث عن طريق مستلم من، يمكنك تحديد الجهة المستلم منها. يمكنك البحث عن طريق إيداع إلى، مودع في أي بنك. يمكنك تحديد البنك ثم بالنقر على زر عرض الشيكات المودعة، كما يمكنك النقر مباشرة على زر عرض الشيكات PTC.
المودع سوف تظهر قائمة بجميع الشيكات المودعة، أما في حال تحديد الخيارات السابقة سوف يظهر الشيك الخاص بالعميل فقط أو المراد إيداعه فقط، ثم نقوم باختيار الشيك بالنقر في مربع التحديد، ثم ندخل رقم مستند العملية، ثم ننقر على زر معالجة. سوف تظهر رسالة التأكيد أعلى الشاشة: تمت المعالجة. ثالثا، شاشة الرفض. من الممكن أن يرفض الشيك لأسباب عديدة، منها التوقيع غير مطابق أو الرصيد غير كافي. لعرض سجل الشيكات المودعة مسبقا، انقر على زر عرض الشيكات المرفوضة، يظهر لديك قائمة الشيكات المودعة. كما يمكنك البحث عن أي شيك مرفوض تريده عن طريق تحديد تاريخ الإنذار من تاريخ معين إلى تاريخ معين، وتحديد مستلم من بإدخال اسم أو رمز حساب العميل، وتحديد إيداع إلى مودع في أي بنك. يمكنك إدخال اسم أو رمز حساب البنك، ثم النقر على زر عرض الشيكات PDC المرفوضة. يظهر الشيك الخاص بالعميل فقط أو المراد رفضه فقط. يمكنك تحديد الشيك المراد رفضه وإرجاعه إلى المنشأة مرة أخرى. قم بإدخال رقم مستند العملية، ثم النقر على زر معالجة. تم معالجة عملية الشيك بنجاح، وتم رفض الشيك. رابعاً، شاشة المرتجع رجوع. في حال ارجاع الشيك للعميل أو استبداله بشيك آخر أو مبلغ نقدي، يمكنك البحث عن أي شيك مرتجع تريده عن طريق: أولاً، الذهاب إلى شاشة المرتجع، ثم نحدد تاريخ الإنذار من تاريخ معين إلى تاريخ معين، ثم نحدد مستلم من باختيار الجهة المستلم منها الشيك بالبحث بالاسم أو الرمز، ثم نحدد إيداع إلى مودع في أي بنك بتحديد حساب البنك، ثم انقر على زر عرض الشيكات المرتجعة. سوف يظهر الشيك المطلوب فقط أو المراد إرجاعه فقط. انقر تحديد على الشيك المراد إرجاعه، ثم أدخل رقم مستند العملية، ثم انقر على زر معالجة، ثم تظهر رسالة التأكيد أعلى الشاشة بإرجاع الشيك بنجاح. وهكذا نكون قد انتهينا من قائمة تاريخ ترحيل الشيكات. سنتحدث ثانيا عن ترحيل الشيك المدفوع، وهي الشيكات الصادرة المؤجلة وتكون في حال إصدار شيك بتاريخ مستقبلي يحتوي على 3 شاشات: إدخال البيانات، التسوية، المرتجع، رجوع. أولاً، شاشة إدخال البيانات. في حال إصدار شيك مؤجل نقوم بإدخال بياناته لإدخال بيانات الشيك. انقر أولاً على زر إضافة جديد، ثم أدخل تاريخ المستند، ثم أدخل رقم الشيك، ثم أدخل تاريخ الشيك، ثم أدخل المبلغ، ثم أدخل اسم البنك، ثم أدخل اسم الفرع. حدد يدفع إلى بالبحث عن المورد أو الشخص المراد الدفع له بالاسم أو الرمز، ثم أدخل تسوية البنك من أي بنك سوف يتم سحب الشيك. يمكنك إدخال تاريخ التنبيه يكون سابق أو بنفس تاريخ الشيك، ثم أدخل التعريف سداد فاتورة مثلا، ثم أدخل رقم المستندات في رقم المرجع، ثم انقر على زر حفظ. تمت عملية إدراج الشيك بنجاح. يمكنك عمل تحديث البيانات وتعديلها عن طريق النقر على زر تحديث، كما يمكنك عمل حذف البيانات عن طريق النقر على زر حذف، ويمكنك طباعة المستندات عن طريق النقر على زر طباعة. يمكنك معاينة المستندات عن طريق النقر على زر المعاينة وإدخال رقم المستند. ثانياً، شاشة التسوية. في حال تسوية الشيكات المقاصة، أولاً نقوم بتحديد تاريخ الإنذار من تاريخ معين إلى تاريخ معين، ثم قم بتحديد مستلم من خلال البحث بالاسم أو برمز الحساب، ثم قم بتحديد إيداع إلى مودع في أي بنك. يمكنك إدخال اسم أو رمز حساب البنك، ثم انقر على زر عرض الشيكات المقاصة، كما يمكنك النقر مباشرة على زر عرض الشيكات PPC المقاصة. سوف تظهر قائمة بجميع الشيكات المقاصة. قم بتحديد الشيك المطلوب، ثم أدخل رقم المستند العملية، ثم انقر على زر معالجة. سوف تظهر رسالة إتمام معالجة الشيك وخصم الشيك من رصيد البنك وإضافته لحساب المورد وإنشاء قيد العملية. ثالثاً، شاشة المرتجع رجوع. في حال إرجاع الشيكات المقاصة مرة أخرى، يمكنك تحديد الشيك المرتجع المطلوب عن طريق: أولاً، تحديد تاريخ الإنذار من تاريخ معين إلى تاريخ معين، ثم حدد مستلم من خلال البحث بالاسم أو برمز الحساب، ثم قم بتحديد إيداع إلى مودع في أي بنك.
يمكنك إدخال اسمي أو رمز حساب البنك، ثم النقر على زر عرض الشيكات PPC المرتجعة. كما يمكنك النقر مباشرة على نفس الزر دون اللجوء للخيارات السابقة. سوف تظهر قائمة بجميع الشيكات المودعة سابقا. أما في حال التحديد، سيظهر الشيك الخاص بالشخص فقط أو المراد إرجاعه فقط. يمكنك تحديد الشيك المراد إرجاعه، ثم أدخل رقم مستند العملية، ثم انقر على زر معالجة. تمت معالجة عملية الشيك بنجاح، وتم إرجاع الشيك وإلغاء العملية، وبذلك تم الانتهاء من إدارة الشيكات بشكل كامل. الشاشة الأخيرة في قائمة العمليات هي عرض العمليات. شاشة عرض العمليات هي نافذة تجمع جميع عمليات نظام يوجد بها مسلسل واحد لأي عملية تنشأ في النظام. ومن خلال عرض العمليات يمكنك عرض وطباعة جميع العمليات المدخلة على النظام. خطوات الاطلاع على العمليات من خلال خيار المعاينة عن طريق النقر على زر معاينة، ثم ادخل رقم العملية أو ابحث من خلال النقر المزدوج في مربع رقم العملية. سوف تظهر خيارات متعددة للبحث: رقم العملية، نوع العملية، رقم الدفتر، تاريخ المستند، رمز الحساب، رقم المستند. يمكنك إدخال رقم العملية ثم النقر على زر البحث. ستظهر خيارات للعمليات المتاحة. يمكنك تحديد العملية التي تريدها ثم النقر على زر تحميل. يمكنك طباعة مستند العملية التي تريدها من خلال النقر على زر طباعة. وهكذا تم الانتهاء من بند العمليات بشكل كامل.